بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض في المحاضرة الثانية لينا في سيكشن 5.1 اللي هو بيتكلم عن الفانكشنز. اوكي النهارده هنشوف ازاي بنجيب الدومين والرينج لبعض الفانكشنز. مسألة ايه؟ هقول لي عندي f of x بتساوي x plus 2 على x minus 3. فايند الدومين بتاع الاف والرينج بتاع الاف. طيب الدومين بنجيبه ازاي؟ اول ما نلقى انها فراكشنال فانكشن يبقى استبعد اسفار المقام. يعني اول ما الاقيها فراكشن حاجة فوق وحاجة تحت ها اقوم جاي عامل ايه؟ استبعد اسفار المقام. يعني ايه استبعد اسفار المقام؟ المقام اهو اللي هو x minus 3 اساوي 0 x 3 مستبعد يبقى هو r مع ده 3. تاني هناخد اللي تحت هاخد x ناقص 3 اساوي بالزيرو تبقى x ب 3 يبقى هي دي النقطة الوحشة. يبقى هي دي النقطة اللي بتجعل المقام بزيرو يبقى تستبعد. يبقى جميع الريل نمبرز ما عدا التلاتة يبقى all real numbers ما عدا التلاتة. ممكن اكتبها كده وممكن اكتبها من ناقص ما لا نهاية التلاتة اهي تبقى ناقص ما لا نهاية الين 3 يونيون 3 وما لا نهاية. ليه؟ لأن أنت تقول لي كده إن كل النمبر لاين أهو ما عدا ال 3 ادي ال 3 دي نقطة ال 3 مستبعدة دي نقطة ال 3 مستبعدة يبقى كل اللي بعدها اوكي وكل اللي قبلها اوكي يبقى كل الريال نمبر ها ما عدا ال 3 يبقى r ما عدا 3 يا تكتبها r ما عدا 3 يا تكتبها ما ناقص ما لا نهايه الى 3 من 3 لما لا نهايه. خلاص؟ طب ازاي نجيب الرينج؟ في كذا طريقه نجيب الرينج. في كذا طريقه. في طريقه سهله اهي ان احنا بنروح نحل مين؟ الاكسبريشن ده فور اكس. يعني هنحل التعبير ده يعني هنا الاف اوف اكس هسميها واي. الاف اوف اكس دي هسميها واي. هيبقى الواي بتساوي كام؟ اكس زائد 3 على اكس ناقص 3. اعملها سوليوشن فور اكس. اعملها حل في اكس. يعني هضرب سيزر واي، يعني ده هنا كده اهو هنضرب في الواي، اهو كل ده كده اهو اهو انضرب في الواي. هنضرب هنا في الواي. هتضرب ده في ده وده في ده، هتبقى واي اكس ناقص 3 واي. وهنا اكس زائد 2. بعد كده هات الاكسات كلها في ناحيه. أنا عندك هنا إكس، هات الإكس دي الناحية دي، الإكس دي هيبقى عندك هنا 3 إكس ناقص إكس، وهنا 3 واي أهي راحت الناحية دي، 3 واي دي راحت الناحية التانية أهي ماشي، وهنا زائد 2، خد إكس كومان فاكتور. لما هناخد إكس كومان فاكتور إيه اللي هيحصل؟ لو أخدنا إكس كومان فاكتور، يعني شوف كده لو أخدت إكس كومان فاكتور، بص آخر خطوة، لو أخدنا إكس كومان فاكتور ها إيه اللي هيحصل؟ يلا أهي، لما تاخد إكس كومان فاكتور من دول أهو هيبقى عندك هنا اكس بتساوي 3 واي زائد 2 على واي ناقص 1. اصبح النقطه المستبعده هنا مين؟ الواي بواحد، يبقى الرينج هو ما عدا الار بواحد. يبقى ده الرينج، معناها كل الريل نمبرز ما عدا الواحد، او من ناقص ما لا نهايه، نفس الفكره اهو، ادي الواحد اهو. يبقى كل اللي بعد الواحد ده الواحد، يبقى كل اللي بعد الواحد وكل اللي قبل الواحد، يبقى من ناقص ما لا نهايه الين واحد ومن واحد ده ما لا نهايه، يبقى هو ده الرينج. طيب نمسح الجزء ده عشان نستفيد من الحته دي نوضح فيها الاشياء الثانيه. طبعا الرينج ممكن يجي برضو بالايه؟ بالرسم. يعني ممكن نعملها بالرسم تبقى سهله جدا جدا جدا. اوكي؟ يعني ممكن سهله قوي 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 تتعمل بالرسم. اللي هو انتوا خدتوها زمان في الكالكولاس اللي هو بتجيبوا الليمت لما لا نهايه، بنجيب الهوريزونتال اسيمتوت لاين اللي هو واحد على واحد هو ده. يعني انتوا ممكن تعملوها برضو دي بطريقه ثانيه خالص اهي خدتوها زمان. هنا في مين دوت؟ اكس تساوي 3 اللي غير معرفه عن ده صح؟ او هنا اكس ناقص 3 ده 3 دي عباره عن هوريزونتال اسيمتوت لاين 3 قصدي فيرتيكال اسيمتوت لاين. ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه بيبقى ده فيرتيكال اسيمتوت لاين اهو عند ال 3 خلاص. والليمت لما لا نهايه تبقى واحد على واحد يبقى هنا الخط ده اهو هو الليمت لما لا نهايه واحد وهيبقى الكيرف عامل كده اهو هيبقى عامل كده خدتوها زمان. يبقى الدومين بتاعنا ما عدا التلاته زي ما قلنا الدومين كان ما عدا التلاته خلاص. الرينج بقى اهو كله ما عدا الواحد ما فيش الواحد اهو الرينج اهو. يعني ممكن دي الطريقه دي والطريقه دي يعني تحبوا تعملوها كده تعملوها كده ما فيش مشاكل. طيب تعالوا نخش على المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها يبقى دي كده خلاص انتهينا منها. يعني سهلة وبسيطة جدا. المسألة دي المسألة الثانية دي
بيقول لي ايه؟ عايزين نجيب الدومين والرينج للجذر. جذر تربيعي، خلي بالكم الجذر التربيعي ما ينفعش ابدا يكون جواه نيجاتيف، فلا بد ان اللي جوه يكون بوزيتيف او زيرو عشان نجيب الدومين للجي وطالب الدومين والرينج. يبقى لابد ان 3 اكس ناقص 9 ناقص 6 لازم تكون اكبر من او تساوي زيرو. خلاص لازم تكون اكبر من او تساوي زيرو، يعني 3 اكس اكبر من 6، يعني اكس اكبر من 6 على 3، يعني الاكس اكتر من او تساوي 2، يعني 2 وما لا نهايه، 2 كلوزد، يعني الاكس بتبدا ب 2. ادي احنا كده جبنا مين. طيب حلو جدا، ممكن هنا دي بتبدا ب 2، ممكن ارسمها بقى الرسم برضه هيساعدك اكتر. ادي الرسم ماشي، يلا بنحط 2. ها 3 في 2 ب 6 ناقص 6 0، يبقى عند ماشي، يبقى عند ال 2 بصفر، ادي 1 2 ادي 0. مثلا خد اي اكس باي رقم، مثلا يعني خد اكس مثلا بعد 2 خد 3، 9 ناقص اجازه 3، خد اكس ب 4، 3 في 4 12 ناقص 6 وهكذا، هيبقى الكيرف طالع كده اهو، طالع كده. واضح الرينج بقى بيبدا من فين؟ الرينج من الواي اكس من زيرو لما لا نهايه. الرينج بقى من زيرو لما لا نهايه. تاني بالراحه. هنا باخد اللي جوه يا جماعه اكبر من او يساوي الزيرو عشان اجيب الدومين، لان جذر تربيعي ما ينفعش جوه الجذر يكون سالب، ينفع جذر سالب؟ ما ينفعش. فلازم اللي يكون جوه موجب او زيرو. خلاص؟ فلازم اللي جوه دوت يعني 3 اكس ناقص 6 اكبر من الزيرو، اهي 3 اكس ناقص 6 اكبر من الزيرو. طيب يعني 3 اكس اكبر من 6، اكس مع 3 يبقى الاكس اكبر من 6 على 3 يعني 2، يبقى 2 وما لا نهايه، ده مين؟ ده الدومين. بس ازاي نجيب الرينج؟ سهل بقى، الرينج ممكن نجيبها كذا طريقه، قلت لكم ممكن ترسم، هتعمل جدول وترسم عند 2، ابدا طبعا بتبدا ب 2، 2 تبقى 0 اهي، عند ال 2 0 اهو، 6 ناقص 6 0، يبقى عند 2 0 اهو، تبدا ب 0، وبعدين خد مثلا اكس مثلا خدها مثلا كده اهي 3 مثلا، هنا عندك اكس ناقص 2، خد مثلا اكس مثلا ب 4، 4 ناقص 2 2 3 ب 6 يبقى جذر 6، هيبقى رقم من عند ال 4 ب 6، عند ال 3 3 جذر 3 وهكذا، هتطلع عند ال 3 جذر 3 وهكذا، عند ال 4 وهكذا، هتبقى ماشيه معاك كده. يبقى الرينج بيبدا من زيرو اهو، الرينج من زيرو يقعد يطلع معاك كده، يبقى من زيرو لما لا نهايه اهو، الرينج اهو من زيرو لما لا نهايه. وممكن نعملها بالطريقه اللي احنا عملنا فيها الطريقه اللي فاتت، هي سولف فور اكس. ازاي تعمل سولف فور اكس؟ هتسمي دي واي، هتربع الطرفين، هتبقى الواي تربيع. بس لاحظوا هنا الحته دي معناها ان الواي موجبه، ان الواي اكبر من او يساوي الزيرو، هنا اهي، لان هنا واي جذر تربيعي، الجذر التربيعي يعني الواي موجبه اهو. طيب يلا سولف فور اكس، هيبقى ها هتربع هنا يبقى واي تربيع، هتربع هنا طار الجذر، طار الجذر. طيب سولف فور اكس، هات السته الناحيه دي هتبقى واي تربيع زائد 6 واقسم على الثلاثه، خلاص هيبقى التلت واي تربيع، اهي التلت واي تربيع، وهنا مين؟ طيب بس الواي موجبه واول ما تحط اكس ب 2 اهو، اول ما تحط اكس ب 2 هي بدايه القيمه في الدومين، اكس ب 2 يبقى الواي ب 0، تبدا الواي ب 0 ومجرد هتمشي بقى معاك على طول. بس لان هنا دي تقول لك ان الواي متحققه لكله والسالب والموجب، هنقول لك ايوه، فاوعى تقول لي لا، لان الحته دي تقول لك الواي موجب، يبقى هنا الواي اكبر من الزيرو اهي، الواي موجب، ودي بتقول لك انها ار، دي الحل بتاعها كله ار، الدومين هنا الرينج يقول لك ار، حل دي في اكس يقول لك ان الواي قيمها ار، بس هنا الواي موجبة، يبقى اللي حقق دي ودي مين؟ ان الواي موجبة، موجبة او زيرو، يبقى لا، يبقى ده الدومين، يبقى ده الرينج. طيب هنيجي تعالوا نشوف بقى دي، تعالوا نشوف دي ازاي نجيب الايه؟ الدومين والرينج لاي مساله فيها لين او لوج، دي فيها لين او لوج. خلي بالك احنا خدنا في ثانوي وخدنا في قبل كده في السنوات الاولى في الجامعه ان اللي جوه اللين او اللوج لازم يكون موجب، مش موجب او زيرو، مش زي الايه، مش زي الجذر التربيعي. خلي بالكم الجذر التربيعي اللي جوه ممكن يكون ده، اللي جوه ده ممكن يكون اكبر من او يساوي الزيرو، اللي جوه ده ممكن يكون اكبر من او يساوي الزيرو، لكن اللي في اللين اللي جوه دوت لازم يكون اكبر من زيرو بس، مفيش يساوي.
ما ينفعش لين زيرو او لوج زيرو. ده بس في حته الفرق الخطير اللي بين الاثنين. فهنا احنا مساله لوج او لين، يبقى اللي جوه لابد يا جماعه يكون ايه؟ اللي جوه لازم يكون اكبر من الزيرو، اكبر. يبقى لابد ان التسعه ناقص 3 اكس لازم تكون اكبر من الزيرو. يعني التسعه اكبر من 3 اكس، اقسم على 3، اقسم على 3. هيبقى 3 اكبر من اكس، يعني اكس اقل من 3. ما لما تقول علي اكتر من احمد، يعني احمد اقل من علي، يعني اكس اقل من 3. اكس اقل من 3 يعني ايه؟ من ناقص ما لا نهايه ل 3. اوبن اوبن. يبقى هو ده الدومين. من ناقص ما لا نهايه الى 3. خلاص؟ يبقى ادي الواي بتساوي اللين الكلام ده. يبقى طب عايز اجيب الايه؟ الايه؟ الرينج. طب نجيب الرينج ازاي؟ عندنا طريقتين. يا اما نعمل سولف للمعادله دي ونشوف الواي قيمها ايه. خلاص؟ نلاحظ معايا لو سمينا دي واي، اللين ممكن يطلع لي النتيجه بتاعته سلبه، مفيش مشكله. النتيجه لكن اللي جوه يكون موجب. لكن مثلا لو خدنا لين نص بتاع بيبقى بالسالب. فهمت الفكره؟ فاللين ممكن يبقى الواي هنا موجبه وسالبه، خلي بالك. الواي هنا موجبه وسالبه كواي. يبقى اول خطوه هقول واي تساوي. لان هنا اللي جوه اللين ممكن يكون موجب، يعني اللي جوه اللين موجب، لكن النتيجه كلها ممكن تكون سلبه. يبقى هسميها واي تساوي لين 9 ناقص 3 اكس. يبقى من هنا الواي هنا موجب وسالب، ما فيهاش مشكله. خلاص؟ طيب لو جينا حلينا هنقول هنا اي اس واي عشان نعمل سول فور اكس هتساوي 9 ناقص 3 اكس عشان طير اللين. جميل جدا، هات 3 اكس الناحيه دي، يبقى 3 اكس هتساوي 9 ناقص اي اس واي. نلاحظ مع بعض ان الواي بتاخد قيم موجبه وسالبه هنا الواي. يعني بتاخد قيم في الار. اقسم على 3 يبقى الاكس بتساوي 9 3 يبقى 3 ناقص ثلث اي اس واي. طب هنا مفيش اي ريستريكشنز، ممكن تبقى الواي ايه؟ من ناقص من ما لا نهايه لما لا نهايه، مفيش مشكله. ويبقى معرفه. يبقى الرينج حلها في اكس بيجيب لك كل القيم اللي عندنا. يبقى الرينج واي. الرينج بتاع الاتش الفانكشن اتش ديت، يبقى الرينج بتاع الاتش مفيش اي خطوره هنا اي اس واي، والواي تاخد اي قيم، وهنا فعلا الواي برضه بتاخد اي قيم موجبه وسالبه، يبقى الرينج بتاعها ار كلها. اوكي، لو عملنا سوليوشن مفيش اي ريستريكشنز. طيب في برضه حته لازم نفتكرها، ازاي نعرف ان العلاقه ما بين دي فانكشن ولا مش فانكشن؟ يعني لما يجي يقول لك مثلا واي واي تربيع تساوي اكس، هل دي فانكشن؟ لا. ليه؟ لما اقول لي خلي بالكم حاجتين، لما اقول واي بتساوي اكس تربيع اهي دي رسمتها كده، خلي بالكم دي رسمتها كده. لو عملنا فيرتيكال لاين تيست بيقطع في نقطة واحدة، شايف؟ بيقطع في نقطة واحدة، تبقى دي فانكشن. لكن لما قلنا واي تربيع بتساوي اكس، دي بتبقى الرسمة بتاعتها كده. فلو جينا أخدنا أي فيرتيكال لاين أهو، أو هنلاقي في فيرتيكال لاين بتقطع في أكتر من نقطة، يبقى دي نوت فانكشن. الطريقة دي لو استخدمناها بنقول عليها طريقة الإيه؟ الفيرتيكال لاين تيست. آخر حاجة عشان نخلص من السكشن ده ونبقى منتهين منه، ماشي؟ عندنا الكومبوزيشن فانكشن، ازاي نعمل كومبوزيت فانكشن؟ ماشي؟ وايه تعريف الكومبوزيت فانكشن ده في سالب 5 1؟ سالب 5 1 بتقول لنا كده. سالب 5 1. سالب 5 1. لو انا عندي فانكشن اف، ماشي؟ معرفه من الاي للبي، بتاخد قيمها من الاي للبي. وعندي فانكشن جي، بتاخد قيمها من البي على السي، يبقى دي فانكشن ودي فانكشن. يبقى اذا الكومبوزيت فانكشن اللي هي جي سيركل اف بتشتغل من الاي على السي از ا فانكشن. يبقى خلاص، يبقى لو انا عندي فانكشن اف من الاي للبي وفانكشن جي، ماشي، بتشتغل من البي الى السي. خلاص، طبعا بشرط طبعا ان الرينج بتاع الاف بيكون ايه؟ الرينج بتاع الاف بيكون سبست من البي، ماشي، لانه بيشتغل على البي، يبقى فالرينج بتاع اف طبعا سبست من البي اوتوماتيك. يبقى دي فانكشن. خلاص، بتبقى دي اسمها فانكشن، بتسميها كومبوزيت فانكشن التعريف، اللي هي معرفه ازاي؟ اللي هي عباره عن جي اوف اف اوف اكس. خلاص، دي بتبقى فانكشن. خلاص، تمام. طيب بعد كده هنيجي نعرف برضو حاجه النظريه اللي بعديها، وطبعا ممكن ناخد عليها مساله، نشوف كده مساله ازاي بنجيبها. يلا تعال ناخد عليها مساله، ويقول لك هات جي سيركل اف. يلا ناخد مساله، هناخد اف مثلا باكس سكوير.
اف بتساوي اس سكوير، ودي اشتغل من ار لار. وخد الجي بتساوي او الجي اوف اكس طبعا بتساوي اكس زائد واحد. عاوزين نحسب اف سيركل جي وجي سيركل اف ونشوف ايه الحكايه. دي من ار لار ودي من ار لار، يعني لاحظ دي برضه دي من ار الى ار. طب تعالوا نجيب مع بعض مثلا لو عايزين نجيب اف سيركل جي، يلا فايند اف سيركل جي يلا اوف اكس، وعايزين نجيب ايضا جي سيركل اف اوف اكس. وهل هما زي بعض؟ ان جنرال هيقولوا زي بعض، ليسوا زي مثل بعضهم. طب يعني ايه جي اف سيركل جي؟ ادي الاف اوف جي، روح للاف، فين الاف؟ يبقى جي سكوير. لان بص اف افهمها معايا، اف اوف اكس اكس سكوير، اف اوف تي تي سكوير، اف اوف يو يو سكوير، اف اوف عفريت عفريت سكوير، اف اوف جي يبقى جي سكوير. طب مين هي جي؟ اكس زائد واحد سكوير. ودي انتوا خدتوها زمان، اكس زائد واحد سكوير بتتفك ازاي؟ بتتفك اكس تربيع زائد 2 اكس زائد واحد. طيب تعال نجيب جي سيركل اف، يعني جي اوف اف. نروح للجي ونقراها، الجي اوف اكس اكس زائد واحد، جي اوف 2 اوف تي تي زائد واحد، جي اوف 2 2 2 زائد واحد، جي اوف لولو لولو زائد واحد، جي اوف بوسبوس بوسبوس زائد واحد. طب جي اوف اف يبقى اف زائد واحد. طب مين اف؟ اهي اكس تربيع زائد واحد. واضح جدا ان ده زي ده. يبقى ان جنرال الاف سيركل جي لا تساوي جي سيركل اف. بيساوي بعض امتى؟ عند نقطة معينة لما تساوي ده بده. لما تساوي ده بده يبقى 2 اكس ب 0 يبقى عند اكس ب 0. يبقى ممكن يقول لك كده اهو ان جنرال، بص بصوا بصوا اف سيركل جي جاي كام؟ اهو كل ده اف سيركل جي. طب بصوا هنا جي سيركل اف اكس تربيع زائد واحد. هل ده هو ده ان جنرال؟ لا، بيحصل التساوي عند نقطة واحدة. لما تساوي ده بده اهو اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 1 يساوي اكس تربيع زائد 1. اللي يحصل التساوي كده. طب يبقى ده بيحصل عند كل نقط؟ لا. ليه ما بيحصلش؟ لان لو هنا اكس تربيع تروح مع اكس تربيع والواحد يروح مع الواحد، يبقى 2 اكس ب 0 يبقى اكس ب 0، يبقى عند اكس ب 0 بس بيساوي بعض. عند نقطة واحدة اف سيركل جي تساوي جي سيركل اف، عند نقطة واحدة بس للزيرو بس. لكن خلاف كده ده مش زي ده، لان واضح جدا بص ديت اللي هي عبارة عن اف سيركل جي اهي، بينما الجي سيركل اف اكس تربيع زائد واحد. شوف في فرق الترم. فان جنرال ما هماش ايكوال، ان جنرال هما ليسوا ايكوال. اخر حاجه هتكلم عنها اللي هو لو عندي كومبوزيت فانكشن لثلاثه فانكشنز، اللي هي السيرم اللي هنتكلم فيها سيرم 5 2، عندنا ثلاثه فانكشنز ماشي اوكي، هنعمل كومبوزيت فانكشن ليهم للثلاثه. يعني لو عندي مثلا فانكشن اي مثلا فانكشن اف وجي واتش اهم، لو انا عندي دي سيرم 5 2 سيرم 5 2، لو انا عندي اف من الاي على البي فانكشن، وعندي الجي من البي على السي، وعندي الاتش من السي على الدي، هيبقى عندي هنا فانكشن معروفه اللي هي اتش سيركل جي سيركل اف. خلاص دي هتبقى فانكشن من الاي على الدي. خلاص هيبقى في عندي علاقه مهمه قوي، يبقى العلاقه دي بتقول لنا كده ان هنا اتش هنا جي هنا اف. لو انا عملت هنا السوجيتيفيتي هلاحظ ان دول كده بيساوي دول، يعني السوجيتيف، يعني هذا هذه التركيبه بتخضع لنظام الاسوشيتيف لو. ماشي يا ابطال، كده احنا خلصنا سيكشن 5.1، والمحاضره الجايه ان شاء الله هتبقى سيكشن 5.2. اوكي، ارجو ان الامور تكون واضحه بالنسبه لكم. اي حاجه مش واضحه ابعتوها لي خاص، نفتح زوم. اي واحده اي طالبه مش فاهمه اي حاجه تقول لي نفتح زوم ان شاء الله الساعه 1 الفجر، هبقى معاها وافهمها اللي هي عايزه كله. اوكي، بالتوفيق، يلا ربنا معاكم ان شاء الله، الله يعطيكم.